طيب كم عدد حديث البخاري؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وفي البخاري 4000 والمكرر فوق 3000 ذكر. هذا عقد به الحافظ العراقي وما ذكره ابن الصلاح، وابن الصلاح مقلد فيه لمن تقدمه. يقول ابن الصلاح: وجملة ما في الصحيح من الأحاديث بالمكرر 7275 حديثا، بالمكرر 7275 حديثا. يقول: وبغير المكرر، وقيل بدون مكرر 4000، وقيل ولم يعدها، ولم يعد حتى بالتكرار لأنه مقلد، وهذا قلد من يقول قلد ابن حموية قبله، وهذا الذي عقد العراقي. وفي البخاري 4000 والمكرر فوق 3000، فبالتكرار يجي وكفوق 7000 وهو ما ذكره في الصلاة. الإمام الأكبر، هذا الرجل، هذا منا. شو ابن خلدون إلى زمان ابن خلدون يتحدث عن صحيح البخاري، يقول: إلى الآن لم يجئ من يفتق ما في البخاري من الكنوز. من يثق، وهو في ذلك الوقت لم يجئ ابن حجر بعد. ولا عمري لو أدرك ابن خلدون كتاب ابن حجر لا رضيت عينه، لقررت. ابن حجر عدا دقيقا، أنا رجل من الدكاترة من معاصرين يقول: عددت حديث البخاري بالقلم 1 2 3 4، ومع ذلك فأنا بعد ابن حجر أوثق. لأن أنت تغلط، أنت فهمتي، مرة كنت حسبت وصلت 3736 وتنقصت، تريد تقول 3837 سكيتها ما قلتها، وغتعاود من واحد وصلت لي 3000. بخاري ابن حجر ماذا صنع؟ بخاري ابن حجر يأتيك عند نهاية الكتاب فيقول لك: اشتمل الكتاب الفلاني من الأحاديث المرفوعة على كذا، في باب كذا كذا، وفي باب كذا كذا، ومن التعاليق كذا، ومن التعاليق الموصولة في غير هذا الممكن كذا، ومن المكرر كذا. كل في نهاية كل كتاب اشتمل على كذا وكذا، فحرره تحريرا. كم وجد؟ وذاك الذي وجده يخالف الصلاح، وجد أن أحاديث البخاري بالمكرر لكن سوى المقطوع والموقوف والمعلق والمتابعات سوى ذلك كله 7397 حديثا. هذا عد ابن حجر. وبدون المكرر 2600 حديث وحديثان.